دوح. ايوه معاكي. مساء الخير يا فندم. اهلا يا فندم. اهلا, أهلاً بيك. اهلا بحضرتك. أهلاً دكتور ممدوح, هل حضراتكم في جامعه حلوان مهتمين قوي بفكره الانشطه وفكره الطاقه الابداعيه اللي موجوده عند الشباب في مجالات كتيره جدا ولا في الفن والغنى بس؟ طبعا احب اقول النهارده احنا خدنا دروس كبيره من معالي الرئيس ان الاهتمام بالموهوبين والنابتين والأنشطة اللي في الجامعات. جامعة حلوان بتتميز إنها جامعة الأنشطة, جامعة الفنون والموسيقى وجميع الأنشطة بالنسبة للكليات حتى العملية والإنسانية. نعم. طبعا النهاردة كان فخر كبير لجامعة حلوان ممثلة في الثناء والتميز اللي ظهر به فريق الكورال الخاص بكلية التربية الموسيقية. بجد شيء عظيم. يعني وانا كليه التربيه الموسيقيه دي اقدم كليه تربيه موسيقيه مش في مصر بس, في الشرق الاوسط. كليه حلوان والله. بتاعت حلوان. طبعا. كليات حلوان الفنيه ان جنرال, التربيه الفنيه والفنون الجميله والفنون التطبيقيه والتربيه الموسيقيه من الكليات المتميزه وتعتبر هي البايونير او هي دي الام الكليات الفنون اللي موجوده. نعم. النهارده يعني كان طبعا وقع الشكر والتقدير والثناء من سياده الرئيس على الولاد دول اللي هم بيمثلوا شريحه المفروض تبقى موجوده في كل الجامعات المصريه. اجتمع مع الرئيس معانا كرؤساء الجامعات لمده تفوق الساعتين, وكان التركيز على الانشطه والمواهب والطالب, ولازم نلقط النابهين ونلقط الموهوبين لان هم دول المستقبل ليهم, والمستقبل ان الناس دول نستثمرهم واللي يقدروا يعملوا لنا حاجه تقدر تبقى قاطره لنمو التعليم الجامعي. نعم نعم. لكن جامعة حلوان مهتمة بكل أنواع المواهب فعلا دي حقيقة, وكل أنواع الأنشطة دي حقيقة برضو بالنسبة حتى الكليات العلمية. كليات الطب وكليات العلوم وكليات الصيدلة والتمريض والأداب والحقوق, جميع الكليات القسم رعاية الشباب والأنشطة في جامعة حلوان متميز إلى درجة كبيرة. احنا عندنا اكبر مجمع للثقافه والفنون موجود في مصر عندنا في جامعه حلوان, بتقدم عليه العروض الخاصه بالطلبه واتحاد الطلبه, يعني تضيف كمان العروض الخارجيه عشان ننمي هذه المواهب ونبتدي نحطهم على الطريق ونحطهم على الموهبه. مهم جدا. مهم. شوف مهم كنز النهارده كانت بكيفيه ادائها رغم ان هي مش تربيه موسيقيه, هي فنون جميله. فنون جميله. لكن هي طبعا اندمجت مع زمايلها واندمجت مع الكورال. الولاد كورال كمان كان عظيم بصراحه, عظيم. انا كنت في حاله فخر وفخار كبير من وانا اثناء وجودي مع سياده الرئيس في المسرح وهو يعني بنشاهد هذا الموضوع. أيوة. ومعنا معالي الوزير. صحيح. شيء عظيم, شيء عظيم. بشكرك يا دكتور. بشكرك. بتمنى لك التوفيق والكل جميل.